بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم يا رب العالمين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى في فقه السادة الشافعية، نفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم في آخر فصل في فصول الصلاة وما يتعلق بها، وهو أطول أبواب الفقه، هي أبواب الصلاة والطهارة، أطول أبواب فقه على الإطلاق لأهمية الصلاة ومتعلقاتها. فإذا انتهيت من أبواب الصلاة ومتعلقاتها تقريبا انتهيت من حوالي ممكن تقول 20% من الفقه، يعني خمس الفقه تقريبا متعلقات صلاة وأنواع الصلوات وما يتعلق بها من النجاسات وأنواع النجاسات والطهارة وأنواعها وأنواع المياه وكيفية الاستنجاء وكيفية الوضوء والتيمم والغسل وغير ذلك من متعلقاتها. بعد ما ننتهي من هذا الفصل هيبقى عندنا بس باب اللباس اللي هو ما يلبس عشان ستر العورة، وباب تاني أحكام الميت لما يموت الواحد نعمل فيه إيه من تغسيل ميت وتكفينه ودفنه وكيفية الدفن وغير ذلك. فإذا انتهينا من هذا نبدأ بعد ذلك في أبواب الزكاة، ثم أبواب الحج، ثم أبواب الصيام، وهكذا تلاقي نفسك بعد ذلك بقى إيه يعني بتجري بقى في الفقه. لكن تيجي في أبواب الصلاة تلاقي نفسك تقعد لك فيها 3 4 5 سنين على ما تخلصها إذا كنت بتدرسها بتوسع يعني. وإحنا تقريبا بقى لنا فعلا دي 5 سنة في هذا الكتاب، 5 سنة ولحد دلوقتي لم ننتهي لسه من أحكام الصلاة. الفصل اليوم فصل في كيفية صلاة الخوف. صلاة الخوف دي صلاة خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تحدث لأي أمة سابقة، لأن الجهاد شعيرة من شعائر الإسلام، فهيحدث ملاقاة بين المسلمين وأعدائهم وقتال بينهم، والمسلمون مطالبون بالصلاة في أوقاتها، فكيف يصلي عند قتال العدو؟ وقتال العدو له أحوال كثيرة، قد يكون في حال الالتحام، وقد يكون في حال التربص، وقد يكون في حال المهادنة، فكل هذه الأشياء تختلف أحوال الصلاة باختلاف أحوال القتال. حتى إن في الجيش يقول لك الحالة ألف والحالة ب والحالة ج، يعني حسب شدة إيه الحال. هي وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها 16 كيفية في صلاة الخوف، والإمام الشافعي اختار منهم 4، اختار منهم 4 على اساس ان قال ان الاربعة دول فيهم الكفاية في الغالب الاعم، لكن لم يستوعب كل الكيفيات. فالسنة اوسع من المذهب، سنة النبي اوسع من اي مذهب، فالمذهب هو اختيار الامام من سنة النبي، فسنة النبي ودين النبي اوسع من كل المذاهب، بل كل المذاهب تندرج في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الامام الشافعي له اختيار فاختار 4 كيفيات من صلاة الخوف. يقول: فصل في كيفية صلاة الخوف، وإنما أفردها المصنف عن غيرها من الصلوات بترجمة، لأنه يحتمل في إقامة الفرد في الخوف ما لا يحتمل في غيره. يعني ما هي صلاة الخوف؟ ما هي برضه هي صلاة صبح وظهر وعصر ومغرب، وإحنا اتكلمنا عنه. ليه الإمام أو المصنف أفردها؟ أفردها لأن فيها بعض الأحكام التي لا تحتملها الصلاة الأخرى. يعني الفرد في الصلاة الأخرى لابد أن تبقى متوجه للقبلة. في صلاة الخوف ممكن تصلي أحيانا وأنت غير متوجه للقبلة. في صلاة الفرد لا يجوز الصلاة من جلوس مع القدرة على القيام، لكن في صلاة الخوف ممكن تصلي وأنت جالس على الفرس أو جالس على الدبابة أو آلة الحرب مع القدرة على القيام، لكن يجوز تصلي فيها، ويجوز أن تصلي فيها وأنت تتحرك وأنت تصارع العدو وأنت تبارزه، وأنت مثلا الوقت بتعمر وتحط الدانة في المدفع وانت شغال في الصلاة. كل الحاجات دي الحركة الزائدة الكثيرة دي كلها جائزة فيها ولا تجوز في غيرها، فكأن لها أحكام
خاصة بها، وعلشان كده أفردها المصنف في آخر أبواب الصلاة وخلها في آخر أبواب الصلاة لقلة الحاجة إليها، يعني لندرة حدوثها، لأن حال المسلم في الغالب إنه في سلم، والحرب دي شيء يطرأ عليه، لكن في غالب أحواله هو بيصلي الصلاة المعتادة، لكن قد لا يحتاج إلى صلاة الخوف طول عمره، وإذا احتاجها يحتاجها في فترة شبابه إذا كان في جهاد ولا شيء من هذا وشارك فيه، وعلشان كده جعلها المصنف في آخر أبواب الصلاة. وصلاة الخوف أنواع كثيرة تبلغ 6 أضرب، يعني 6 أنواع، كما في صحيح مسلم. اقتصر المصنف منها على 3 أضرب. هنا المصنف خد 3، لكن الإمام الشافعي خد 4. لأن المصنف اللي هو مين؟ القاضي أبو شجاع، كان هدفه من متن الغاية والتقريب الاختصار، ده عمله للأطفال. ده مؤلف كتاب الغاية والتقريب ده للأطفال عشان الأطفال تحفظه. فهو كتاب للأطفال يحفظوه الأول، فكان مقصده الاختصار، فاكتفى ب3 أنواع. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة. في احتمالات أن العدو يبقى في غير جهة القبلة، واحتمال أن العدو يبقى مواجه ليا في القبلة، مش كده برضو؟ طيب إذا كان العدو في غير جهة القبلة، لو أنا حبيت أصلي وأتوجه للقبلة يبقى حدي له ظهري أو أدي له جنبي، يبقى في الحالة دي ممكن يبقى في فرصة أنه هو ينقض علي وانا ساجد او الجيش ساجد او شيء من هذا. وطبعا دي كلها بتبقى في الصلوات في الحروب البريه، في الحروب البريه اللي هي بيبقى فيها نوع من الالتحام، وبيبقى الجيوش على الارض وكله ايه متربص ببعضه، يبقى جيوش المشاه، حروب المشاه. الحروب الامريكاني بتاعت من الجو يضرب دي لا تحسم معركه، هي تخرب البيوت وتهدم البيوت وتقتل الناس، لكن لا تحسم معركه. اللي بيحسم المعارك هي ايه؟ الجيوش البريه، جيوش المشاه، دي هي دي اللي تحسم المعارك حقيقه. اول كيفيه ان يكون العدو في غير جهه القبله وهو قليل وفي المسلمين كثره، يبقى العدو اقل من المسلمين، بحيث تقاوم كل فرقه منهم العدو. يعني بحيث لو قسمت الجيش نص يصلي مع الامام ونص يواجه العدو، يبقى اللي بيواجه العدو ده العدو ضعفه مش اكثر من ضعفه، لان المسلم يقاوم 2، بحيث اما يبقى انا عندي الفرقه بتاعتي بتواجه 400 وانا الفرقه بتاعتي ايه 200، او الامام يصلي ب 100 و100 تواجه العدو، يبقى ال 100 اللي بتواجه العدو هتواجه 200، يبقى كده ما تنفعش الكيفيه دي، يبقى الكيفيه دي ما تنفعش، هندور لها على كيفيه ثانيه. يبقى هدور الكيفيه على حسب عدد العدو وعدد المسلمين، بحيث ان انا مقسم الجيش يبقى بيواجهوا ضعفهم كويس وبيصلي بالباقي، يبقى في الحاله الكيفيه دي لازم اما اقسم الجيش فرقتين يبقى يواجه كل مسلم 2، لان ده اللي ايه النظام المقاومه المطلوبه، الا يقف المسلم ايه الا امام 2، فاذا زادوا له ان ايه ان يفر ويتراجع. وفي الحالة دي يبقى ليس بفرار من الزحف اللي هو من الكبائر، ما هو من الكبائر الفرار من الزحف، امتى ما يبقاش كبيرة؟ اما يبقى بيفر من اكثر من ضعفه، يعني جيش 1000 واحنا عددنا 20، يبقى اما يجوا يفروا دول ما عملوش كبيرة، واضح؟ لكن اما يبقى 20 يفروا من 40، يبقى هنا عمل كبيرة، الفرار من الزحف مطلوب الثبات بقى. يبقى اول كيفية وفي المسلمين كثرة بحيث تقاوم كل فرقة منهم العدو، فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو كأن 100 يواجهوا 200 والإمام يصلي ب100 كويس تحرسه، يبقى في فرقة تقف قدام العدو عشان تحرس العدو، والتانيين متوجهين للقبلة مدين ظهرهم للعدو وبيصلوا مع الإمام، وفرقة تقف خلفه، خلف الإمام يعني، أي الإمام، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة. كويس؟ يصلي بالفرقة اللي خلفه ركعة، ثم بعد قيامه للركعة الثانية، الفرقة الثانية تنوي المفارقة وتصلي ركعة ثانية سريعًا، وتقعد وتقرأ التشهد وتسلم، يبقى هيكسروا الصلاة هنا. هيكسروا الصلاة الرباعية لركعتين، كويس؟ والإمام واقف مطول في الصلاة. في الركعة الثانية واقف على دول ما يخلصوا وينصرفوا ويروحوا يواجهوا العدو، والفرقة الثانية اللي كانت بتواجه
ترجع تترص جنبه وراه، واخد بالك ازاي، فيدرك معه قراءة الفاتحة. واضح الكيفية؟ يبقى الإمام في الركعة الثانية هيطيل القراءة لحد ما الفرقة اللي صلت مع الركعة الأولانية تصلي ركعة ثانية سريعة وتسلم وتروح تواجه العدو، والفرقة الثانية تيجي تترص وتقرأ معاه الفاتحة، ويبتدي يركع ويقعد هو يقرأ التشهد ويطول في قراءة التشهد، والثانية ما تنويش بقى المفارقة، تروح قايمة جايبة الركعة الثانية اللي عليها والإمام قاعد مستنيهم لحد ما يقعدوا يقروا التشهد ويسلم الإمام ويسلموا. يبقى فرقة تحضر مع الإمام تكبيرة الإحرام، والفرقة الثانية تحضر مع الإمام التسليم والانصراف. سهلة دي الكيفية، دي سهلة هي، هنقراها برضو نشوف الشيخ بيقول ايه. وفرقة تقف خلفه أي الإمام، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، ثم بعد قيامه للركعة الثانية تتم لنفسها بقية صلاتها، وتمضي بعد فراغ صلاتها إلى وجه العدو تحرسه، وتأتي الطائفة الأخرى التي كانت حارسة في الركعة الأولى فيصلي الإمام بها ركعة، فإذا جلس الإمام للتشهد تفارقه، تفارقه في الصورة مش في النية، لأن هي هتسلم معاه، تفارقه بس في الصورة، يعني هو يقعد يقرأ التشهد وهم واقفين يقروا الفاتحة عشان بيجيبوا الركعة الثانية. كويس؟ وتتم لنفسها، ثم ينتظرها الإمام ويسلم بها. وهذه صلاة رسول الله بذات الرقاع، سيدنا الرسول صلى في غزوة ذات الرقاع بالكيفية دي بالمسلمين. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع سميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم، وقيل غير ذلك. والثاني، السورة الثانية، كل اللي احنا بنقرأ لسه من الهامش، كلام ابن قاسم الغزي، ما دخلناش في كلام البيجوري. والثاني، السورة الثانية، أن يكون في جهة القبلة. العدو في المرة دي في جهة القبلة، في السورة الأولانية كان في إيه؟ في غير جهة القبلة. المرة دي العدو قدامي أهو في جهة القبلة، وإحنا عايزين نصلي. هيعمل إيه باختصار؟ حديها لك سهلة، اللي هي صلاها النبي في عسفان. يجي الإمام يرص الجيش صفين فأكثر، بحيث يبقى كل صف يقاوم العدو، يبقى الواحد اللي قدام اتنين. كويس؟ فإذا كان العدو قدامي 200 أعمل الصف 100 علشان، والصف اللي وراه 100 زيه. ويجي الإمام يروح ناوي الصلاة وكلنا ندخل مع الإمام، كل الصفوف تدخل مع الإمام لأنها مواجهة للعدو، شايفينه، والعدو طول ما هو شايف شايفك وأنت مواجهه يخاف ينقبض عليك، مش كده برضه؟ طيب هيروح واقف الإمام يصلي من قيام، وكل الصفوف خلفه من قيام. يجي الإمام يركع، يركعوا معاه جميعا، لأن في الركوع ممكن تركع وتدي وشك برضه تبقى شايف العدو. وبعدين يقول سمع الله ولمن حمده، كلهم يقفوا معاه سمع الله ولمن حمده. بعد ما يبتدي هيسجد، السجود دي لحظة ضعف المسلمين بالنسبة للعدو، هيبقوا مشغولين ومش شايفينه. يقوم ينزل الصف الأول ينزل يسجد معاه. كويس؟ والصف الثاني يفضل واقف مستنيهم لما يخلصوا السجود، يحرسهم. كويس؟ يخلص الإمام السجدتين ويروح واقف، والصف اللي كان بيحرس يقف، الصف اللي سجد معاه يقف، والصف اللي بيحرس يروح نازل ساجد السجدتين ويرجع يقف تاني، ويدرك الإمام في قراءة الفاتحة. هكذا كل ركعة. هل يفضل كل صف واقف في مكانه ويعمل كده؟ صورة صح. وهل الصف اللي بيحرس يبقى هو اللي خلف، يعني اللي يسجد مع الامام يبقى هو اللي خلف الامام، واللي بيحرس هو اللي خلفه، بحيث ان يتقدم ده ويرجع ده؟ كل دي جائز، يعني كل الصور الكيفيات دي كلها جائزه على حسب ايه، يعني مساحه الارض اللي واقفين فيها، وعلى حسب حال العدو، وعلى حسب تدرب المسلمين ان يعملوا الحركه دي بلا جلبه، فممكن يعملوا كده. يعني ليها كيفيات، يعني كل كيفيه ممكن تفصصها الى طرق كثيره في الاداء. واضح؟ لكن في الخلاصه هي كده، دي الصورة الثانية. والثاني أن يكون في جهة القبلة في مكان لا يسترهم عن عين المسلمين شيء، يعني في جهة القبلة وما فيش ساتر، يعني فيش جبل مثلا، ما فيش ساتر ترابي، ما فيش أي شيء. وفي المسلمين كثرة تحتمل تفرقهم برضه، وفي المسلمين بالشروط دي كلها، والمسلمين عددهم كتير يحتمل تفرقهم، بحيث يبقى الجزء اللي هو بيحرس
العدو ضعفه بس مش اكثر من ضعف، كويس؟ فيصفهم الامام صفين مثلا، مثلا يعني صفين. طب افرض هم عددهم اكثر، خليهم اربع صفوف على حسب عدد العدو. ويحرم بهم، يحرم بهم يعني يبدا بهم جميعا الصلاه جميعا. فاذا سجد الامام في الركعه الاولى سجد معه احد الصفين، دي كيفيه، الصف اللي ورا الامام او الصف اللي خلفهم او صف وصف، صف يسجد وصف يفضل واقف واللي بعده يسجد واللي بعده واقف، اذا كانوا عده صفوف، واخد بالك؟ كل دي كيفيات جائزه. سجد معه احد الصفين سجدتين ووقف الصف الاخر يحرسهم، فاذا رفع الامام راسه سجدوا ولحقوه، ويتشهد الامام بالصفين ويسلم بهم. وهذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وهي قريه في طريق الحج المصري بينها وبين مكه مرحلتان، سميت بذلك لعسف السيول فيها. يبقى الصلاه الاولانيه صلاه ذات الرقاع، والصلاه الثانيه صلاه عسفان، كويس؟ الكيفيه الثانيه، يبقى الكيفيه ذات الرقاع العدو في غير جهه القبله، وصلاه عسفان العدو في جهه القبله، سهله؟ طيب. والثالث ان يكون في شده الخوف والتحام الحرب. كل ده صلاه عسفان وذات الرقاع صلوها وما كانش فيه التحام مع العدو، كانوا قاعدين متربصين ببعض بس. طب افرض حصل التحام بقى، وبعدين بنضرب ونتضرب، شغالين بقى الوقت، حرب شغال، دي اسمها ايه؟ الصلاة التالتة بقى، الكيفية التالتة. والثالث ان يكون في شدة الخوف والتحام الحرب، وهو كناية عن شدة الاختلاط بين القوم بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض، فلا يتمكنون من ترك القتال ولا يقدرون على النزول ان كانوا ركبانا، ولا على الانحراف ان كانوا مشاة. في حالة شدة الالتحام دي مفيش توجه للقبلة، يبقى قبلتك العدو، ولو غير العدو مكانه وانت غيرت مكانك تبقى دي برضه قبلتك، يبقى بتصلي وانت بتتحرك في جميع الجهات، وتصلي جماعة وتصلي منفرد على حسب احتياج الحرب. يعني الحرب الجماعة هتضر يبقى بلاش جماعة، كل واحد يصلي منفرد. الجماعة ما تضرش مجتمعين ما فيش مانع. الجماعة تبقى عدة جماعات، يعني كل ثلاثة أربعة يعملوا جماعة مع بعض قريبين لبعض يمشي، كل ده جائز، واخد بالك؟ في شدة الخوف اللي هي ايه؟ صلاة الالتحام. فيصلي كل من القوم كيف امكنه، راجلا يعني على رجليه اي ماشيا، او راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها، ويعذرون في الاعمال الكثيرة في الصلاة كضربات متوالية. لدرجة ان احدى الكيفيات الستة عشر ان ممكن يقول الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله، خلص الصلاة. شوف من شدة الالتحام في وقت المبارزة بقى، بيبارز واحد، ممكن تصل الى هذه الدرجة، نقول الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. وإن كان الإمام الشافعي لم يعتمد هذه الكيفية، لكن وارد في السنة، قلنا السنة أوسع من المذهب، الوارد في السنة أوسع من المذهب، لكن الإمام الشافعي ما اختارش هذه الكيفية لأن ليست فيها قراءة فاتحة، عنده قراءة فاتحة لازم في الصلاة على أصله، يعني الذي أصل به مذهبه. نقرأ بقى كلام الشيخ البيجوري على ما شرحه ابن قاسم الغزي على كلام المصنف. فصل في كيفية صلاة الخوف، أي في بيان صفة الصلاة الواقعة في الخوف. صلاة الخوف أي الصلاة الواقعة في الخوف، فالإضافة هنا بمعنى فيه، فهم؟ صلاة زي مكر الليل، يعني مكر في الليل، مكر الليل والنهار يعني مكر في الليل والنهار، يبقى إضافة بمعنى فيه. أي في بيان صفة الصلاة الواقعة في الخوف الذي هو ضد الأمن، فالكيفية بمعنى الصفة، والإضافة على معنى في على حد مكر الليل، أو المعنى صلاة الشخص الخائف، فالخوف مصدر بمعنى اسم الفاعل، وإنما أخرها، أخر صلاة الخوف يعني في أبواب الصلاة لقلتها، وهي من خصائص هذه الأمة، وشرعت في السنة السادسة من الهجرة، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أدي الكيفية، أم أسمهم فرقتين وكل واحد بيصلي مع الإمام ركعة ويكمل الباقي بمفرده. والأخبار الآتية مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، وتجوز في الحضر كالسفر.
يعني تجوز صلاة شدة الخوف في الحضر كما تجوز أيضا في السفر. يعني أنت ممكن تبقى في الحضر يعني في مكان الإقامة في شدة الخوف. أه افرض أنت قاعد في بغداد، ربنا ينجينا وينجي أهل بغداد، وواحد من المارينز قاعد بيطردك وبيجري وراك جوه شوارع بغداد، وبغداد دي بلدك، ده أنت اللي اتولدت فيها وبيوتك فيها وعايش فيها طول عمرك، والواد المارينز ده المجرم ده قاعد بيطردك وأنت بتجري والظهر، وقاعد تجري منه من بيت لبيت وهو بيطردك، والظهر قرب يخلص والعصر هيدا وانت ما صليتش العصر، ممكن تصليها وانت بتجري منه بين البيوت في الحضر. شفت ازاي شدة الخوف يجوز ما فيهاش حاجة. يبقى وعلشان كده بيقول لك وتجوز في الحضر كالسفر، خلافا للامام مالك رضي الله عنه. الامام مالك قال لك صلاة شدة الخوف ما تنفعش في الحضر، تنفع في السفر بس. لكن الشافعية عندهم تجوز في الحضر والسفر على حسب، لأن هي متعلقة بالخوف مش متعلقة بالمكان. يعني لو ليك غريم بيطردك في أي حتة وخايف تضيع صلاتك صليها على أي كيفية. فهمتني إزاي؟ قول وإنما أفردها المصنف إلى آخر جواب عما يقال، لما أفرد المصنف صلاة الخوف عن غيرها من الصلوات بترجمة مع أنها كغيرها في الأركان والشروط وغيرهما؟ وحاصل الجواب أنه إنما أفردها عن غيرها بترجمة من حيث أنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها، لأن لا لأن له صلاة مستقلة. يعني الخوف مش ملوش صلاة مستقلة، هي صلاة ظهر برضه وصلاة عصر برضه وصلاة مغرب وصلاة عشاء زي بقية الصلوات، لكن هي بتحتمل ما لا يحتمله غيرها من شدة الحركة. ممكن تصلي من حركة، ممكن تصلي في غير قبلة، وممكن تصلي مع غير متابعة للإمام، يعني فيها أحوال، ممكن تصلي من قعود مع القدرة على القيام. كل الكيفيات دي بتخليها تبقى ليها يعني صورة مستقلة تستحق أنها تفرد بالترجمة عن بقية الصلوات. قوله بترجمة هي الفصل المذكور لأنه أي الحال والشأن، وقول يحتمل أي يغتفر، يحتمل أي يغتفر، وقوله في إقامة الفرض أي وكذا النفل غير النفل المطلق، فلعل تقييده بالفرض لأن في مفهومه تفصيلا بين النفل المطلق وغيره، وقول ما لا يحتمل في غيره أي ما لا يغتفر، ما لا يحتمل في غيره أي ما لا يغتفر في غيره، كقيام الفرقة الثانية للركعة الثانية والإمام جالس ينتظرها. كل الحاجات دي ما تلاقيهاش في الصلاة المعتادة، إن الإمام يقعد ينتظر حد دي ما مش موجودة، أو إن فرقة تانية تخالف الإمام في الصورة وتبقى واقفة والإمام قاعد وهم مقتدين بيه، برضو حاجات ما تلاقيهاش إلا في صلاة شدة الخوف أو في صلاة الخوف. قول وصلاة الخوف أي الصلاة في الخوف أو صلاة الخائف كما مر. قوله أنواع كثيرة هي 16 نوعا، اختار الإمام الشافعي رضي الله عنه منها 4، وأسقط المصنف منها نوعا، يعني المصنف جاب 3 بس أسقط منها نوع، لكن الإمام الشافعي جاب اختار 4. النوع اللي أسقطه المصنف وهو صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل كما ستعرفه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جاب صلاة عسفان وجاب صلاة ذات الرقاع وترك صلاة ذات نخل. قوله تبلغ 6 أضرب بل 16 ضربا كما علمت. قوله اقتصر المصنف منها على 3 أضرب مقتضى أن الثالث في كلامي وهو الرابع في كلام غيره جاءت به السنة مع أنه ورد به القرآن، قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، دي في شدة الالتحام أهو، يعني تصلي وانت راكب وتصلي وانت ماشي وتصلي، يبقى دي صلاة شدة الالتحام. يبقى الأولانية فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، صلاة الخوف بس، والتانية فإن خفتم فرجالا، اللي هي شدة الخوف اللي هي شد ايه وقت الالتحام، ففيه تجوز كذا قيل، وهو مبني على أن هذا النوع لم ترد به السنة، وليس كذلك كما تصرح بعبارة الرمل وابن حجر ونصها، وقد جاءت في السنة على 16 نوعا، اختار الشافعي رضي الله عنه منها الأنواع الأربعة الآتية انتهت، فقد ورد به القرآن والسنة معا، والمراد أنه ورد القرآن به صريحا فلا ينافي أن غيره ورد به القرآن، لكن احتمالا لأن قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية محتمل لصلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان وصلاة بطن نخل. قول أحدها دي أماكن، عسفان مكان وذات الرقاع مكان وبطن نخل مكان،
قوله احدها اي احد الثلاثه اضرب، وقوله ان يكون العدو في غير جهه القبله اي او فيها وثم ساتر، اخذا من كلام الشارح فيما ياتي. قوله وهو اي العدو، وقوله قليل اي بحيث لا يزيدون على المسلمين، وقوله وفي المسلمين كثره اي بحيث يكون المسلمون مثل الكفار في العدد، فان كان الكفار 200 كان المسلمون كذلك. فاذا صلى الامام بالطائفه الاولى وهي 100 تبقى الطائفه الثانيه في وجه العدو وهي 100 في مقابل 200، لان كل واحد يقاوم 2، وهكذا اذا جاءت الطائفه الثانيه يبقى كل مسلم يقاوم 2 لكن النبي يقاوم الارض جميعا. شفت بقى الفرق بين شجاعة النبي وشجاعة أمتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس له رخصة أنه يتراجع من أمام العدو مهما كثر ولو قاتل منفردا، ولكن أمته قد علم الله أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم، قد علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة فإيه فإن كان منكم 100 صابرة فليغلبوا 200. يبقى علم ان فيكم ضعف، لكن انا ما فيهوش ضعف، اصل الضعف هنا الضعف البشري المعتاد اللي هو ايه، اللي هو الخوف اللي يركب الانسان لما يشوف العدو كتير، لكن النبي ما يخافش لانه ثابت الجنان ثابت ده لما اخترق الاكوان كلها واخترق السماوات وصعدها ولحد ما وصل لسدرة المنتهى وكلم ربه، ربنا بيقول عليه ايه، ما زاغ البصر وما طغى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان رابط الجأش حتى في ايه، في اشد الاحوال استغرابا، يعني يقول له الارض ديك عارف اللي في الارض، انما ما تطلع الملأ الاعلى واول مره تشوفه لابد هتقعد تبحلق بقى وتلفت وتشوف وتتفرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه لم يلتفت عن ربه في اي لحظه. يبقى النبي حاله غير حال امته. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له ايه، وقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، نفسك بس، وحرر المؤمنين على القتال. فهمت بقى ازاي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل ولو لوحده. وعلشان كده قال ايه؟ قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر، ما قالش مثلا اجعل لي وزيرا من اهلي. علي ابن عمي مثلا. ما هوش كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي لو كنت متخذا يعني وزيرا لاتخذتك وزيرا. يعني أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قايل له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لكنه لم يجعله نبي، مش محتاج ليه، لكمال توكله على ربه. يبقى النبي في شجاعته لا نظير له صلى الله عليه وسلم، ومن كمال شجاعته أنه كان يخرج في الحرب يخلي الصحابة تركب الفرس وهو يركب البغل. البغل دي آلة تقرف في الحرب تضايقك زي عربية مزرجنة، عارف لما تبقى سايق بقى بعربية مزرجنة، اصل البغل دي مشكلته ايه، انه طبيعته يجيله حرن يحرن يعني في الحركه لما يلاقي جلبه، تشتد الجلبه والصياح تلاقيه مش عايز يتحرك يجبن، دي البغل طبيعته كده. الفرس كل ما يلاقي جلبه يحمى، يبقى آلة حرب حلوه يساعدك، انما البغل لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يركب الصحابه الفرس وهو يركب البغل ويطلع في الحرب لشده شجاعته صلى الله عليه وسلم. فإذا اشتد القتال ينزل من على البغل ويقف على قدميه ويقول أنا النبي لا كذب، اسمه النزال. ما يعملوش إلا إيه الفدائيين بقى، حركة فدائية يقول لك ينزل، ده يبقى دليل إنه عايز يقتل لحد ما يموت. فكان النبي إذا اشتد القتال ينزل من على الفرس أو من على البغل ويقف ليواجه العدو وحده. حتى إن سيدنا علي يقول إيه؟ يقول إذا اشتد الوطيس وحمي الوطيس كان أقربنا للعدو رسول الله فنحتمي به. واول ما يبتدوا يعني ينتصروا يقول يبقى ابعدنا عن العدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ينتظر بقى ورا لانهم بيجمعوا الغنائم بقى. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر في الخلف، يبقى النبي ده شجاعته لا مثيل له صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام ده كله لينا احنا، لان قد علم ان فيكم ضعفا. وعلى شكله بيقول هنا ايه، وقوله قليل أي بحيث لا يزيدون على المسلمين، وقوله وفي المسلمين كثرة أي بحيث يكون المسلمون مثل الكفار في العدد، فإن كان الكفار 200 كان المسلمون كذلك. فإذا صلى الإمام بالطائفة الأولى وهي 100 تبقى الطائفة الثانية في وجه العدو وهي 100 في مقابل 200،
لأن كل واحد يقاوم اثنين، وهكذا إذا جاءت الطائفة الثانية ووقفت الأولى في وجه العدو كما أشار إليه الشارح بقوله بحيث تقاوم كل فرقة منهم العدو، وهذه أقل مراتب الكثرة، إن يبقى العدو ضعفك دي أقل مراتب الكثرة، وهذا شرط لجواز هذا النوع ولجواز صلاة عسفان وبطن نخل أيضا هكذا. قال المحشي والبرماوي: والمعتمد أن هذه أن هذا شرط للصحة في صلاة عسفان وشرط للسنية في صلاة ذات الرقاع وبطن نخل، ولا تجوز صلاة نوع في غير محله، فإذا كان العدو في غير جهة القبلة أو فيها وثم ساتر، ثم دي مش حرف عطف، ده ظرف مكان، ثم ظرف مكان غير ثم، ثم دي حرف عطف ليه زي الواو، الواو حرف عطف وثم وأو، بس ثم حرف عطف يقتدي إيه؟ يقتدي الترتيب مع التراخي، والفاء حرف عطف يقتدي الترتيب مع إيه؟ مع التعقيب، يعني ورا بعضه، يسموه علاولة، المصريين يقول لك علاولة، واخد بالك؟ جاء فلان ففلان يعني على طول وراه، إنما أقول جاء فلان ثم فلان يعني بعد فترة، كويس؟ دي ثم، إنما ثم ثم بفتح الثاء دي ظرف زمان ظرف مكان. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، سورة الإنسان، وإذا رأيت ثم رأيت يعني في الجنة هناك يعني، يبقى ثم بمعنى هناك، خدت بالك؟ وعشان كده بيقول إيه؟ وثم ساتر يعني وهناك ساتر، يعني العدو في جهة القبلة وفي ساتر أو في غير جهة القبلة، يبقى هتصلي صلاة ذات الرقاع. فلا تجوز فيه صلاة عسفان والعكس بالعكس، لأن صلاة عسفان العدو قدامك، صلاة عسفان العدو قدامك، فهم؟ إنما في صلاة ذات الرقاع العدو في غير جهة القبلة. قوله: فيفرقهم الإمام فرقتين، أي كأن يجعل كل فرقة 100 كما تقدم في المثال السابق على أن العدو 200، يعني كتيبة بتواجه كتيبة للعدو، كتيبة بتاعتنا 400 وكتيبة العدو 200، فهمتني؟ يبقى في الحالة دي نقدر نصلي، والعدو في غير جهة القبلة، يبقى في الحالة دي نقدر نصلي صلاة ذات الرقاع، واحنا في وقت ايه؟ تربص، مش في وقت التحام. يبقى لازم الإمام اللي هيؤم المسلمين في القتال يكون فقيه فاهم، ومفهم الايه؟ الجنود في وقت التدريبات ازاي يصلوا الصلوات دي في الأوقات المختلفة، يبقى فاهمين، بحيث ما يجيش بقى وقت الشغل يقعد يشرح لهم، ده مش وقته بقى، ده العدو قدامنا. فهمت؟ يبقى مفهمين الحاجات دي، اللي هو ايه؟ وقت الاعداد، يعني وقت التدريب والاعداد يتم هذا. فيفرقهم الامام فرقتين، اي كان يجعل كل فرقه 100 كما تقدم في المثال السابق. قول فرقه تقف في وجه العدو، اي في مواجهته ومقابلته. وقول تحرسه، اي تحرس العدو وتمنعه من ان ياتي للامام ومن معه. قول وفرقه تقف خلفه، يعني خلف الامام، اي بعد ان ينحاز بهم في مكان لا تبلغهم فيه سهام العدو. يعني يختار مكان بالفرقة اللي هتصلي خلفه الإمام، بحيث يبقى بعيد عن مرمى الأعداء، واخد بالك؟ بعيد عن مرمى الأعداء، والفرقة التانية تبقى واقفة في مواجهة العدو علشان بعيد عن هجوم العدو، تمنع العدو من إنه يهجم بنفسه، كويس؟ قوله فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، فإن صلى بها صلاة تامة وذهبت إلى وجه العدو وجاءت الأخرى فصلى بها صلاة تامة أيضا فهي صلاة رسول الله ببطن نخل. يبقى النبي في صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع صلى ركعة بنصف الجيش، والنصف اللي صلى الركعة دي الرسول صلى الله عليه وسلم في الواقف يقرأ الفاتحة، وهم نووا المفارقة كملوا الركعة الثانية وسلموا وراحوا، وأطال النبي في الركعة الثانية حتى جاءت الفرقة الثانية ونوت خلف النبي وصلت قرأت الفاتحة فركع بهم، ثم جلس يقرأ التشهد وينتظرهم حتى ينتهوا من الركعة اللي عليه. دي صلاة ايه؟ ذات الرقاع. طب بطن نخل عمل ايه؟ بطن نخل صلى الصلاة كلها بالفرقة بنص الجيش وانصرف وسلم، كويس؟ والتانية واقفة بتحرس، وبعدين بعد ما خلص ودول انصرفوا راح نوى هو نافلا متنفلا وهم مفطردين، وصلى بهم صلاة كاملة بالنسبة للنبي نفل وبالنسبة لهم صلاة فرض. فهمت بقى صلاة ذات نقل اللي هي بطن نخل، يعني في بطن نخل.
فصلى بها صلاة تامة أيضا، فهي صلاة رسول الله ببطن نخل، ولا خلاف في اقتداء المفترض بالمتنفل هنا. هل يجوز ان المفترض اللي بيصلي صلاه فريضه يصلي خلف المتنفل؟ عند الشافعيه يجوز بلا خلاف في الخوف وعلى المعتمد في غير الخوف، يعني في غير الخوف فيها خلاف، ان انا ااتم بمتنفل فيها خلاف في المذهب، يعني وجه يجيزه واوجه لا تجيزه، والراجح المعتمد ان الوجه الذي يجيزه هو عليه الفتوى. كويس، وده المشهور عند الناس دلوقتي، يقول لك انه وراه بيصلي سنه يمشي. لكن هذه الصوره فيها خلاف في مذهب الشافعي، وان كان المعتمد انه يجوز، لكن لا خلاف في المذهب في صلاه شده الخوف ان تصلي الفرض خلف المتنفل بلا خلاف. فهمت بقى الفرق؟ ما هي وردت، اصل هم قعدوا في ذات الرقاع عده ايام، ما احنا الامام الشافعي اختار اربع كيفيات، هي 16 كيفيه في صلاه الخوف. الامام الشافعي اختار اربع كيفيات بس، واخد بالك؟ لكن هي ليها 16 كيفيه. ده ممكن يصلي بيهم اربع ركعات وكل فرقه تصلي معاه ركعتين وتتم ركعتين، دي كيفيه ودي وارد. عمل كده في بعض الايام وايام تانية عمل كده، فالامام الشافعي اختار ايه بعض الكيفيات واكتفى بها. ده ممكن يقسمهم اربع صفوف ويصلي بكل صف ركعة كمان، واخد بالك؟ يعني يصلي الظهر وهو الإمام بالنسبة له أربع ركعات، ويعمل أربع صفوف، وكل صف يصلي مع الإمام ركعة ويجيب ثلاثة لوحده، ويقف يستنى في الركعة الثانية لما الأولانيين دول يخلصوا يسلموا والتانيين يدركوا، وهكذا، ويجي صف ورا صف، صف ورا صف، يبقى كل صف يصلي معاه ركعة ويتم والباقيين ينصرفوا. يبقى هيقسمهم اربع فرق وكل فرقه تصلي وراه ركعه من الاربعه وينتظر، ويبقى ينتظر في الثانيه وينتظر في ينتظر في كل ركعه، وهيسجد للسهو في الاخر الامام لانه هينتظر في غير موضع انتظار، يقوم الامام يسجد للسهو في الاخر، واللي صلى معاه الركعه الاولانيه ما يسجدش للسهو، لكن اللي صلى معاه الركعه الثانيه يسجد للسهو، والثالثة ليسجد للسهو. يعني شغلانة كده، يعني فيها كيفيات كتيرة، يعني الحكاية فيها كيفيات كتيرة، لكن احنا بنتكلم على اختيار الشافعي اختار أربع كيفيات بس وريح نفسه. فاحنا قلنا إن السنة أوسع من المذهب، المذهب أضيق من السنة، لأن السنة تشمل المذاهب كلها. ولا خلاف في اقتداء المفترض بالمتنفل هنا، يعني في الخوف، وإن كان فيه خلاف في الأمر. فهمت الكلام بقى؟ وهذا هو النوع الذي أسقطه المصنف من الأربعة التي اختارها الشافعي، اللي هو إيه؟ صلاة النبي في بطن نخل، اللي هو صلى بيه بنصف الجيش صلاة كاملة وسلم، وبعدين صلى بالتانيين متنفل صلاة كاملة برضه وسلم، اللي هي الكافية الرابعة. وهذا النوع هو النوع الذي أسقطه المصنف من الأربعة التي اختارها الشافعي رضي الله عنه كما مر، وهو يجري في الصلاة الثنائية وغيرها. فإن صلى مغربا على كيفية ذات الرقاع، المغرب أصلك مش هيصلي ركعة ونص، هيصلي ركعة ويصلي هم ركعتين، هيصلي ركعتين وتيجي الفرقة الثانية تصلي معاه ركعة، مش كده برضو؟ طيب، فإن صلى مغربا على كيفية ذات الرقاع فبفرقة ركعتين، وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه وإن كان عكسه جائز. شفت بقى؟ يبقى كل حاجة جائزة، يعني إيه في الصلاة؟ طبعا مع ضابط، يعني مش كل حاجة، يعني أي عك، يعني يصلي من غير وضوء يعني، ولا تيمم يعني، لا مش كده. فإن صلى مغربا على كيفية ذات الرقاع فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة، وهو أفضل، يعني دي أفضل من عكسه الجائز أيضا، وعكسه جائز أيضا، وينتظر مجيء الثانية في قيام الثالثة، وهو أفضل من انتظاره في جلوس تشهده، لأن انتظار الثالثة لما ينتظر وهو واقف، فالوقوف ده محل قراءة ممكن يطول فيها، إنما التشهد الأوسط ده مش محل تطويل، فما يقعدش يطول في التشهد الاوسط، اما يطول في القيام احلى ما انه يطول في التشهد، عشان كده قال لك افضل، الصوره دي افضل، وان كانت الثانيه جائز.
أو صلى رباعية فبكل فرقة ركعتين. وممكن الإمام يصلي الظهر أو العصر 4 ركعات، كل فرقة تصلي معاها ركعتين من الأربعة. كويس؟ ولو فرقهم 4 فرق وصلى بكل فرقة ركعة جاز أيضا، لكن يسجد للسهو. الإمام هنا هيسجد للسهو لانتظاره في غير محل الانتظار، وسهو كل فرقة محمول على الإمام في أولى في أولاهم لاقتدائهم فيها، وكذا ثانية الثانية. ما هم هيبقوا أول فرقة هتصلي معاه أول ركعة، الإمام هيفضل منتظر في منتظر إيه في الركعة الثانية. كويس؟ قاعد وهم ما زالوا في علقة مع الإمام، في جزء علقة مع الإمام وهم بيجيبوا بقية الركعات. فالجزء العلقة مع الإمام مع طول الانتظار دي هو ده يخلي الفرقة الأولى اللي هتصلي من الأربعة تسجد للسهو، وكذا ثانية الثانية لأن هينتظر في الثالثة، والثالثة ما فيهاش محل انتظار. ففي الحالة دي برضو لاقتدائهم فيها حكما لا ثانية الأولى لانفرادها فيها، وسهو الإمام في الأولى يلحق الجميع، وفي الثانية لو سهى في الثانية لا يلحق الأولى. افرض سهى في الركعة الثانية الأولى ما تسجدش للسهو، لمفارقتهم له قبل السهو. قوله ثم بعد قيامه للركعة الثانية فتنوي المفارقة منه بعد القيام ندبا وعند ابتدائه جوازا وعند ركوعها وجوبا. فلو سجدت قبل ما تنوي المفارقة تبطل صلاته. فهمت الحتة دي؟ يعني ايه؟ احنا قلنا لما يبقى العدو في غير جهة القبلة، الامام هيقسم الجيش فرقتين، فرقة ترابط امام العدو تحرس الفرقة اللي هتصلي مع الامام، فالامام هيصلي بيهم ركعة وينتظر هو يطول في قراءة الركعة الثانية لحد ما التانيين دول ينوي المفارقة ويجيبوا ركعة سريعة ويقروا التشهد ويسلموا وينصرفوا ويروحوا علشان تيجي الفرقة التانية تصطف. وكل ده والإمام واقف في التانية بيقرأ مستني كل ده يتم. كويس؟ فهنا بيقول ايه؟ لما تيجي تقوم بقى أنت يا مصلي مع الإمام في الفرقة الأولى عشان تجيب الركعة التانية وعايز تركع والإمام فاضل واقف مستني التانيين، أنت بقى عايز تركع، ما أنت عايز تجيب ركعة هتسيب الإمام واقف وتركع وأنت ناوي الاقتداء من الأول، يبقى في الحالة دي تنوي المفارقة. تنوي المفارقة واخد بالك عند الابتداء، عند ابتداء الركعة علشان تقرا براحتك وما ترتبطش بالامام، واول ما تنتهي تركع. ده ايه؟ عند الابتدائي ندبا، وقبل الركوع جوازا، وبعد الركوع وقبل الهوي للسجود وجوبا. ليه؟ لان انت ممكن تسبق الامام في ركنين، فان سبقته في الثالث بطلت بدون نيه المفارقه. فلو جيت انت ركعت ورفعت وما نويتش لسه المفارقه تبقى انت فعلت هنا مكروه بس من المكروهات التي لا تبطل الصلاة. لكن امتى تبطل الصلاة؟ لو سبقت الامام بركنين وشرعت في الثالث، بركنين وشرعت في الثالث بدون نية لكن لو نوى المفارقة يبقى هنا يجوز له ان هو يخالف الامام بقى. فعلشان كده قبل ما يشرع في الركن الثالث سابقا للامام يجب علي ان ينوي المفارقة. فهمت ازاي؟ عشان تصح في صلاته. واضح الحتة دي؟ طيب نقرأ كلام الشيخ بيقول ايه. فتنوي المفارقة منه بعد القيام ندبا وعند ابتدائه جوازا وعند ركوعها وجوبا، لكن يترتب على ذلك الوجوب الإثم، ولو لم تنوي المفارقة عند الركوع للبطلان، إذ لا تبطل صلاتها إلا بالهوي للسجود لسبقهم حينئذ للإمام بركنين. نعم، إن قصدت السبق بركنين فأكثر بطلت صلاتهم بالهوي للركوع لأنهم قصدوا المبطل وشرعوا فيه. واضح؟ قول تتم لنفسها أي بعد نية المفارقة كما علم، وقول بقية صلاتها التي هي الركعة الثانية، ويسن لهم تخفيفها لئلا يطول الانتظار، ويسن للإمام أن يخفف الأولى. الإمام هيخفف الأولى ويطول في الثانية خلافا للصلاة المعتادة تملي الركعة الأولى أطول من الثانية والثانية أطول من الثالثة والثالثة أطول من الرابعة، مش كده في الصلاة المعتادة؟ لا، في الخوف هنا في الكيفية دي
هتبقى الاولى خفيفه قوي علشان الايه بيبقوا مشغولين بالعدو يقوم ينهوا صلاتهم بسرعه، والتانيه يطول علشان ينتظر لما دول ينتهوا والتانيين يصطفوا خلفه. كويس. وقول تتم لنفسها أي بعد نية المفارقة كما علمت، وقول بقية صلاتها أي التي هي الركعة الثانية، ويسن لهم تخفيفها لئلا يطول الانتظار، ده تخفيف الركعة الثانية اللي بيصلوا خلف الإمام، ويسن للإمام أن يخفف الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه، ويسن له تطويل قيامه للركعة الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة في زمن انتظاره للفرقة الثانية، ويتشهد في جلوسه أيضا في جلوسه لانتظارها في التشهد الأخير، يطول في التشهد ويطول في قراءة الثانية، ويسن لهم التخفيف في ثانيتهم. وانت بتجيب الركعة الثانية بقى الفرقة الثانية والإمام قاعد مستنية بيتشاهد يخففوا عشان ما يقعدوش الإمام كتير. فهمتني ازاي؟ وتأتي الطائفة الأخرى أي والإمام منتظر لها في قيام الثانية، فيطول القراءة فيه حتى تدرك الفاتحة وتسلم معه، فتحوز فضيلة التحلل مع الإمام كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه. يبقى الفرقة الأولى هتاخد فضيلة حضور تكبيرة الإحرام، والفرقة الثانية هتاخد فضيلة التحلل مع الإمام. قوله تفارقه أي تقوم للإتيان بتمام صلاتها من غير نية مفارقة. يبقى الفرقة الثانية اللي هتصلي مع الإمام الركعة الثانية وتسيبه وقاعد يقرأ التشهد تجيب هنا هتفارقه في الصورة لا في النية، لأن ما زالت هتتحلل معه بخلاف الأولانية. فهمتني بقى إزاي؟ عشان لو الأولانية هتسلم وتسيبه، لكن الثانية تفارقه في الصورة بس لا في النية. واضح؟ من غير نية مفارقة، وليس المراد أنها تفارقه بالنية كما فهمه بعضهم لمنافاته لقوله ثم ينتظرها الإمام ويسلم بها. قول وهذه أي هذه الكيفية المتقدمة، وقول بذات الرقاع هو اسم موضع من نجد بأرض غطفان، وكذا بطن نخل فهو اسم موضع من نجد بأرض غطفان، وصلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بطن نخل لاتحاد نية الإمام مع المأموم. بطن نخل هنا صلى متنفل بمفترض. يبقى انت لما تلاقي قدامك واحد بيصلي سنة وانت داخل عايز تصلي فريضة، وواحد تاني بيتوضى، فالافضل تنتظر المتوضى عشان انتوا الاتنين تصلوا بنية واحدة، بدل ما تصلي انت مفترض والتاني متنفل تبقى صلاتك جائزة على وجه عند الشافعية باطلة على اية المذاهب كلها. فهمت بقى؟ لأن لا يجوز الصلاة المفترض خلف المتنفل إلا في وجه عند الشافعي، وهو الرجع عند الشافعي، لكنه باطل عند الملكية وعند الأحناف وعند الحنابلة في قول عندهم وفي قول زي الشافعي. والخروج من الخلاف مستحب. يعني أنت ساعات تيجي تنوي وراء إمام بيصلي نافلة ويروح عامل لك كده، أنا ما تصليش وراه لأنه ملكي ما يحبش حد ينوي وراه فرض وهو بيصلي نافلة، لا يجيز، فتلاقيه يعمل لك كده، بلاش يعني ابعد عنه. فيبقى في الحاله دي انت الخروج من الخلاف افضل. تنتظر اللي بيتوضى وتصلوا انتوا الاثنين مفترضين مع بعض، احسن ما تبقى فيه خلاف في النية. هكذا اعتمده الرملي واتباعه، اللي هو ان صلاة ذات الرقاع افضل من صلاة بطن النخل، ده اعتماد مين؟ الرملي واتباعه. وفضل ابن عبد الحق والعلقمي صلاة عسفان على صلاة بطن نخل، واعتمده البشبيشي، لكن قد عرفت ان الذي اعتمده الرملي ومن تبعه الاول، وقيل غير ذلك. صلاة عسفان هتيجي الوقت لسه هنشرح. وقيل غير ذلك، فقيل سميت بذلك لان الصحابة رضي الله عنهم لفوا بأرجلهم الرقع أي الخرق، أي لما تقرحت أي تجرحت. وقيل باسم جبل هناك فيه بياض وحمرة وسواد يقال له الرقاع، وقيل اسم شجرة
هناك، وقيل لترقع صلاتهم فيها جماعة، يعني أسباب كثيرة لذات الرقاع. هل الرقعة دي عشان ربطوا الخرق على أقدامهم لما تقرعت، ولا لأن الجبل اللي كان جنبهم كان مرقع كده ألوان كتيرة، ولا لأن هم رقعوا صلاتهم، صلوا ركعة مع الإمام وصلى منفردين؟ تحتمل كل ده، وقيل غير ذلك. قول والثاني، شوف لنا الجدع ده اللي عنده وحشة حد يقعد جنبه يسكته بيستوحش، أول ما يلاقي حد قاعد جنبه يسكت يسيبوه يستوحش، سبحان الله. قول والثاني أي من الثلاثة أضرب، وكان الأنسب بقول أحدها أن يقول وثانيها. قول أن يكون في جهة القبلة أي أن يكون العدو في جهة القبلة، في الحالة دي بقى هيبقى العدو في جهة القبلة مواجه لينا، وهذا مقابل لقولي في النوع الأول أن يكون العدو في غير جهة القبلة. وقوله في مكان لا يسترهم عن أعين المسلمين شيء، هذا مقابل لقولنا فيما تقدم أو فيها ساتر، أو فيها وثم ساتر. قول وفي المسلمين كثرة، تقدم أن كثرة المسلمين شرط لصحة صلاة عسفان ولسنية غيرها على المعتمد. وقول تحتمل تفرقهم أي جعلهم صفين مثلا، كأن يكون الكفار 200 والمسلمون كذلك، فيصفهم الإمام صفين كل صف 100 وهي تقاوم 200. قول فيصفهم الإمام صفين أي يجعلهم صفين، وقول مثلا أي أو أكثر كأربعة صفوف. قول ويحرم بهم جميعا أي يقرأ بهم جميعا ويركع بهم كذلك ويعتدل بهم كذلك. ولما كان الراكع تمكنه المشاهدة دون الساجد لم تطلب الحراسة للراكعين بل للساجدين، يبقى هيركعوا كلهم مع الإمام ويقولوا سمع الله كلهم مع الإمام، وقت السجود بقى صف ينزل يسجد وصف يفضل واقف. كويس. فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه أحد الصفين، أحد الصفين يعني معناه يا إما اللي خلف الإمام يا إما اللي خلف اللي خلفه، الاثنين جائزين، السورتين دول جائزين. هذه العبارة صادقة بأن يسجد معه الصف الأول ويحرس الثاني في الأولى، ثم يسجد معه الثاني ويحرس الأول في الثانية مع بقاء كل بمكانه، أو يتحول كل مكان الآخر بأن يتأخر الأول ويتقدم الثاني، وينفذ كل واحد من بين اثنين من غير أفعال مبطلة وصادقة بأن يسجد معه الصف الثاني ويحرس الأول في الأولى، ثم يسجد معه الأول ويحرس الثاني في الثانية مع بقاء كل بمكانه أو بتحوله كما مر. شفت التغيرات دي كلها جائزة، يعني لو حرس الصف الثاني في الأولى يبقى في الركعة الثانية يسجد مع الإمام اللي حرس في الأولى ويحرس اللي سجد مع الإمام في الركعة الأولى يحرس في الثانية. فهمت بقى؟ كل في مكانه أو ينفذ كل واحد من بين الثاني بحيث يتقدم، ويبقى اللي بيسجد مع الإمام هو الصف الأول اللي خلفه في كل حال، وهم بيتقدموا ويتأخروا. واضح؟ كل ده جائز، كل الصور دي جائز. الأفضل أن يسجد معه الأول ويحرس الثاني في الأول، ثم يسجد معه الثاني ويحرس الأول في الثانية مع التحول المتقدم. ليه؟ لأنه الثابت في صحيح مسلم، فيكون الساجد مع الإمام في كل ركعة هو الذي يليه، والحارس كذلك هو المؤخر. ولو حرس فرقتان من صف أو فرقة واحدة في الركعتين معا جاز بشرط المقاومة، حتى لو حرس واحد فقط جاز بشرط مقاومته للعدو بألا يزيد على اثنين لحصول الغرض بكل ذلك مع قيام العذر. قوله ووقف الصف الآخر يحرسهم أي استمر واقفا يحرسهم في الاعتدال وإن طال، ويغتفر تطويله للضرورة. واختص الاعتدال بالحراسة دون الركوع مثلا لأنه وقوف يمكن فيه القتال. قوله فإذا رفع الإمام رأسه أي ومن معه، وقوله سجدوا أي الصف الحارس، وأتى بضمير الجمع لأنه جمع معنى وإن كان مفرد لفظا، يعني الصف ده مفرد لفظا لكن الصف بيقتضي وجود عدد كبير، فهو جمع معنى ومفرد لفظا. فهمت؟ عشان كده إيه قال إيه وأتى سجدوا، وهو بيكلم على الصف، كان حابب يقول سجد مش كده برضو، لكن قال سجدوا ليه؟ باعتبار المعنى إن الصف معنى الجمع، مش كده برضو. وقول ولحقوه أي في قيام الركعة الثانية،
ويندب له تطويله بمقدار قراءتهم الفاتحة، وإن طال فيه قيام الثانية على قيام الأولى وهم فيها كالمسبوق، فإن أدركوه في القيام قرأوا معه ما أمكنهم، أو أدركوه في الركوع ركعوا معه وسقطت عنهم الفاتحة كلا أو بعضا، يعني الفتحة كلها أو بعضها، يعني كأن بدأ في الفتحة وبعدين الإمام ركع وما كملهاش فيسقط عنه بقيته ويركع، فهمت؟ يا إما كلا يعني أدركه في الركوع على طول، أو إنه بعضها يعني ركع الإمام قبل أن تتم أنت الفاتحة، فيركع بالجميع ويعتدل بالجميع كالركعة الأولى، فإذا سجد سجد معه من كان حارسا في الأولى، وحرس من سجد فيها مع بقاء كل مكانه أو مع تقدم وتأخر كما مر. سهلة الحكاية. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان. يبقى الأولانية كانت بذات الرقاع، الكيفية الأولانية العدو في غير جهة القبلة، وفي عسفان العدو في جهة القبلة. وهي تجري في الصلاة الثنائية والثلاثية والرباعية، ودخل في الثنائية هنا وفيما تقدم الجمعة، فتصح في الخوف حيث وقعت بأبنية كصلاة عسفان وذات الرقاع، لا كصلاة بطن نخل إذ لا تقام جمعة بعد أخرى. فإن صليت كصلاة عسفان كفى سماع الأربعين الخطبة، وإن صليت إن صليت كصلاة عسفان يعني إيه؟ يعني صلوها كلهم مع الإمام يبقى يكفي سماع أربعين بس. وإن صليت كصلاة ذات الرقاع نص بيصلي مع الإمام وينصرف والنص التاني يلحق الإمام، اشترط سماع 80 الخطبة ليكون في كل فرقة 40. كل دي تفاصيل في مذهب الشافعية، خاصة في مذهب الشافعية هي كانت لازم 40 دي، يعني درجة إن الشافعية يقول لك لو قعدت على المنبر وقلت للناس السلام عليكم ورحمة الله في صلاة الجمعة ولقيت الجامع قدامك بصيت كده لقيتهم عددهم أقل من 40، افضل قاعد بقى، افضل قاعد شوية كده يمكن الناس تتلم لحد ما يكتمل الـ40 تقوم تبدأ الخطبة. كويس؟ طب افرض فضلت قاعد وطال بك الوقت ومفيش 40، انزل صلي بيهم ظهر. ده رأي الشافعية كده. المالكية قال لك 12 كفاية في نصاب الجمعة، أدام قدامك 12 حلوة أوي. والأحناف قال لك يا سلام 3 بس. 3 قاعدين قدامك أقل الجماعة. اخطب يلا واشتغل. واخد بالك؟ 3. وعند محمد بن الحنفيه قال لك 2 والامام، يعني 3 بالامام كمان. واخد بالك؟ يعني سهله الحكايه، يعني فيها ايه خلاف كبير، فالحكايه فيها سعه. والشافعي على كل حال بيصلي ظهر مع الجمعه، رياحه مخه. يعني بعد ما بيصلي الظهر الجمعه بيقوم يجيب ظهر. الشافعيه كده. يعني كان زمان في المساجد اللي بيصلي فيها اما شافعيه قبل بقى ما الوهابيه يعملوا شوشره على الناس، كان الخطيب بعد ما يصلي صلاة الجمعة ويسلم يروح قايل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا، يقيم الصلاة وكل الناس في الصفوف تروح واقفة نوية صلاة الظهر الله أكبر، ويصلي الظهر 4 ركعات وينصرف بعد كل جمعة كده على طول. ليه؟ لأن مشكلة تعدد الجمعة دي عند الشافعية ما عرفوش يحلوها، لأن الجمعة لم تتعدد في عصر النبي، فإن تعددت فالجمعة لمن سبق بتكبيرة الإحرام. فهمتني ازاي؟ لكن لم تتعدد في عصر النبي ابدا. كان جميع مساجد المدينه تقفل وكلهم يصلوا في مسجد النبي بس. فهمتني ازاي؟ محدش يصلي جمعه غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مكه كده. محدش يصلي الجمعه الا في المسجد اللي فيه الكعبه، بقيت مساجد مكه كلها تقفل. فما كانتش متعدده. وظل الامر كده يمكن حوالي 150 سنه او اكثر. ثم لما اتسعت البلاد ابتدى الناس بقى كل واحد يصلي في الجمعه في الجامع اللي جنب بيته. فتعددت الجمعة. فالشافعي قال له تبقى الجمعة لمن سبق بتكبيرة الإحرام. تنعقد عشان تسقط الظهر يعني. عشان تبقى الجمعة مسقطة للظهر. واخد بالك؟ اشترط ألا تتعدد. يبقى لو صليت أنت في قرية ليس فيها إلا مسجد واحد يبقى تصلي الجمعة وسقط عنك الظهر. لأنها مش متعددة. لكن في بلد زي مصر تتلاقي الجوامع قدام بعضها والميكروفونات ضربة ببعضها وأنت مستمع حاجة. يبقى متعددة هنا. يبقى الجمعة تنعقد لمين في القاهرة؟ في القاهرة الكبرى كلها لأول واحد قال الله أكبر ونوى الصلاة. طب وأنا مش عارف أول واحد مين، دي مساجد كتيرة صعب حصرها، يبقى خلاص صلي ظهر. عشان كده يقول لك صلي الظهر على طول. فهمت بقى وجهة نظر الشافعية؟ لأن هنا غير مسقطة
الملكية عندهم الجمعة تسقط الظهر لو كانت في المسجد القديم بس، وغير مسقطة للظهر لو كانت في غير المسجد القديم. يعني الجمعة عند الملكية المسقطة للظهر هي صلاة مسجد عمرو بن العاص بس، اللي يصلي مسجد عمرو بن العاص بس على مذهب الملكية هو بس اللي سقط عنه الظهر، لأنه أقدم مسجد في القاهرة، مش كده برضه؟ بقية المساجد كلها أنشئت بعدها. ده الملكية. الشافعي لو صلى فين هيعيد، هيصلي ظهر برضه. ليه؟ لأن العبرة بمن سبق بتكبيرة الإحرام. الأحناف والحنابلة الجمعة مسقطة للظهر مطلقا، تعددت أو لم تتعدد. وده المشهور عند الناس، إن طالما صلى الجمعة ما يصليش ظهر خلاص. ده مذهب الأحناف والحنابلة. سهلة الحكاية؟ فهمت بقى المسألة؟ طيب. لا لا لا، ده الكلام ده بيتقولوه على الإمام الشافعي. ده مش عارفين مذهب الإمام الشافعي. الإمام مالك هو الذي لا يجيز، مش الشافعي. الإمام مالك. لا لا، يحق يقول مالك. الإمام أيوه الإمام مالك لا يجيز جماعة ثانية، لأن افتئات على الإمام. ليه؟ لأن يقول لك كده الناس اللي بتصلي جماعة تانية دليل إنها طعنت في عقيدة الإمام الأول، بتقول الصلاة خلفه غير باطلة، بدليل إنها انتظرته لحد ما خلص وعملت جماعة تانية. كانوا بيعملوا التكفير والهجرة كده زمان، واخد بالك؟ أنا نفسي اتعرفت عليهم وأنا في سنة ثالثة كلية طب، وادوني ميعاد يقابلوني في مسجد عمر مكرم عشان يدوني الكراسات بتاعتهم، مجموعة صالح سرية بتوع التكفير، ما أنا مريت أصلا العالم دي كلها، واخد بالك؟ وخدت كراساتهم وقريتها وكل حاجة. فقالوا لي ايه هتعرفنا ازاي؟ بعتوا لي مرسال كده، كنت الكلام ده سنه كام؟ 75. قالوا لي احنا هنصلي في مسجد عمر مكرم بس جماعه تانية، وتلاقينا خلف المسجد، احنا ما بنصليش خلف الامام بتاع الاوقاف ده لان دول عالم كفار، صلاه خلفهم باطله. هو مذهبهم كده. وانا كنت لسه بقى ايه طالع في المساله، مش قاري كتير وما قعدتش مع العلماء، فعايز اشوف ايه اللي في السوق. ما هو السوق مليان انواع كتيره وافكار كثيره. فروحت فعلا، رحت انا مصلي مع الامام بتاع عمر مكرم، وبعد كده ما خلصوا وببص لقيتهم بيقيموا الصلاه، رحت لهم بقى، عرفتهم بقى، ما انا ما كنتش عارفهم. وناس قالوا لي ايه في الكليه عندي هتروح عشان يدوك الكراسات بتاعتهم اللي فيها الفكر بتاعهم، هيقابلوك في الحته الفلانيه. طيب رحت خلصت انا صلاه ورجعت ورا لقيتهم بيقيموا الصلاه، فصليت وراهم. فايه وتعرفت عليهم، قالوا لي بس احنا الكراسات موجودة في شبرا في حي كده، تعالى معانا. رحت معاه، رحت شبرا، شارع ورا شارع وانا مش عارف الشارع دي اصلا، لحد ما رحنا شارع كده والعشاء بتدن والناس بتصلي في الجوامع، الواحد قلبه هيفط، سامع القراية كلها وعايز يصلي، ودول ولا كأن في حاجة، لان هيصلوا في البيت هناك، لان هم لا يجيزوا الصلاة خلف اي امام، فبيطعنوا في عقيدة الامام. فهم؟ فالإمام مالك أيامه كان برضه في أفكار كثيرة في الأمة كده، ناس متشيعين وناس مش عارف مع العباسيين، وناس لسه بيدعوا للدعوة الأموية القديمة اللي سقطت، موال في الأمة ومعتزلة ومجسمة وكل حاجة. فالإمام مالك قال إيه؟ إن لو فتحنا باب إجازة جماعة ثانية لفتحنا الباب لهذه الفرق الضالة إن هم يعملوا جماعات مختلفة. فالإمام مالك كره جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى، قال لي اللي تفوتوا الجماعة الأولى يصلي منفرد، مفيش جماعة تانية. فهمت بقى؟ ده مذهب الإمام مالك. وهو مذهب معتبر لما تبقى فيه فرق كثيرة. لكن الشافعي أجاز، واخد بالك؟ فما يجراش حاجة. يا الله. في إمام مالكي يعني المفروض هو في المسجد هو اللي يصلي بالناس جماعة. ما يجراش حاجة. يعني هو مش الامام الراتب؟ طب ما هو الامام الراتب ينتظر. هو لو كان ده بيكرر الدور والعقد بيعيد الصلوات كده مره؟ لا ما ده مش ملكي، ده سلطه. ده امام سلطه. يعني بياخد من كل مذهب اللي على مذهب. قلت ما انا بقولش المسجد ده ايوه معلش بس دي سلطه. هل بيصلي كل مره بنيه الفرضيه؟ بنيه النفليه. يبقى لا يجوز المتنفل ان المفترض ان يصلي خلف المتنفل الا في وجه عند الشافعيه فقط، يبقى ده مش ملكي، ده سلطه. الامام مالك لازم ايه تبقى نيه الامام كنيه الماموم بالظبط، ما ينفعش يختلف. مستحب اعاده صلاه الخلف ما بعد ذلك؟ لا لا لا، في صوره هتستحب هيجي لك دلوقتي، يستحب اعادتها.
فعلشان كده قال لك ايه، لازم هنا لو كانوا على فرقتين يبقى يبقوا سمعوا 80 واحد سمعوا الخطبه كويس، على اعتبار ان ادنى ما تنعقد بهم الجمعه عند الشافعيه 40. فهمتني بقى؟ ويضر حال التحرم ليكون لسماع الأربعين في الفرقة الثانية فائدة، وتجهر الطائفة الأولى في ثانيتها لانفرادها، ولا تجهر الثانية في ثانيتها لاقتدائها. الفرقة الأولى هتصلي مع الإمام ركعة وبعدين تنوي المفارقة وتقف بتجيب ركعة لوحدها، تجهر فيها لأنها بقتش مقتدية بالإمام. طيب والثانية هتصلي مع الإمام الركعة الثانية وتجيب الركعة بالنسبة لها أولى وبالنسبة للإمام الثانية، وتجيب هي الركعه الثانيه والامام قاعد مستني في التشهد. فهم؟ يبقى في الحاله دي مش هيجهروا في الركعه الثانيه عشان ما زالوا مقتدين بالامام، فالماموم لا يرفع صوته ولا يجهر بالصلاه وهو ماموم. فهمت بقى؟ وياتي ذلك في كل صلاه جهريه. قوله لسعه في السيوف فيها، يعني سميت عسفان لسعه في السيول فيها، اي تراكمها واجتماعها فيها وتسلطها علي حتى أخربتها وأذابتها. والثالث أي من الثلاثة أضرب، وكان الأنسب بما تقدم أن يقول وثالثها، ويجوز هذا الضرب في كل قتال وضرب في كل قتال وضرب مباحين، كقتال عادل لباغ. يعني لما يبقى إمام عادل بيقاتل طائفة باغية من المسلمين يبقى يجوز برضه إن هم يصلوا في إيه؟ في صلاة الخوف. وصاحب مال لمن قصد اخذه ظلما. افرض واحد بيجري وراك عايز ياخد مالك، وانت بتجري وراه بتستخبى منه في البيوت، والمغرب يدن عليك، وقصدي العصر هيدن عليك وانت ما صليتش الظهر، ممكن في اثناء المطارده يصلي انت صلاه الظهر، ايه؟ صلاه الخوف. كويس؟ لان ده راجل باغي عايز ياخد مالك وانت بتهرب منه. ومن ذلك ما لو خطف نعله فله أن يسعى خلفه وهو يصلي حتى إذا ألقاه الخاطف أتم صلاته. يعني واحد سرق من قدامك الموبايل، خلينا نتكلم بقى إيه بتحديث الفقه، يعني حاطط أنت الموبايل قدامك كده وأنت جايب موبايل بكاميرا بقى وشغلانة بقى، مش موبايل تعبان بحيث لما تحطه كده يحط لك جنبيه جنيه، يعني موبايل حديث يعني يطمع فيه، وحطه انت قدامك وجاي انت تسجد بترفع لقيته واخده بيجري قدامك، لا ممكن تقوم تجري قدامه وانت بتصلي، لما يلاقيك بقى بتجري يروح رميه، رماه خلاص توصل تروح حاطه في جيبك وتكمل الصلاه بقى من وقوف. فهمت؟ يا اما تسيبه امرك لله بقى وتقول يعوضنا على الله وتكمل صلاتك وخلاص وما تعملش كده تاني. اي ما هو يجوز بقى ده في شده الخوف حتى لو انحرف عن القبله، بس ما تعملش الحكايه دي، حط الموبايل في جيبك احسن عشان ما توقفش نفسك في مشكله محرجه مع الفقهاء. الامام النووي كان بيدي درس فقه في مسجد في دمشق، وقاعد كده بيدي درس والناس كلها متوجهه ليه، وحطت هو نعله قدام كده شايفه، فبص لقى واحد حرامي قعد جنب نعله، وبعدين لو الامام منشغل بقى وقاعد بيتكلم ويشاور راح واخد النعل، فالامام النووي راح نطت من على الكرسي وراح جري وراه وقال له وهبته اياك، قل قبلت قل قبلت. لان عند الشافعيه الهبه عقد يجب فيه الاجاب والقبول باللفظ، فلا يجوز ان هو يهب له بقلبه، عقد كعقد البيع عند الشافعيه كده المذهب كده، فلا يجوز تملك الهبة إلا بالإجابة والقبول. فجري وراء الإمام يقول وهبته إياك قل قبلت، فالحرامي قال له قبلت، رجع بقى الإمام بينهج وقعد يكمل الدرس ومواصل. ناس طيبة مش عايزة حد يخش في النار بسببها، ناس طيبة صريحة. الإمام الشافعي بيقول إيه؟ من نال مني أو علقت بذمته أبرأته لله شاكر منته، أأرى معوق امرئ يوم الحساب أم أسيء محمدا في أمته. شفت جمال الإمام الشافعي؟ هو نفس فهم الإمام النووي، فهم المعنى ده لأنه شافعي برضه، مش عايز حد يدخل النار بسببه، فبيقول من نال مني أو علقت بذمته، ده الإمام الشافعي، لأن كان المالكية قاعدة تسلخ الإمام الشافعي في كل مجلسه في مصر لدرجة إن هم ضربوه علقة
ومات متأثرا بها من متعصبي الملكية. سبب موت الإمام الشافعي كده، ضربوه ضرب مبرح وبعدين إيه مرض في بيته ومات عنده 55 سنة أو 54 سنة. وكانوا كثيرا ما يؤذونه بالأقوال والتجريح. ليه؟ لأنه كان كثير مناقشة المذاهب الأخرى ويرجح قوله لأنه هو مجتهد، لكن أصحاب المذاهب الأخرى المقلدين المتعصبين المذاهب ما كانوش متحملينه، بالذات قضاة الملكية، لأن حاسين أنه هيهز أركان وظائفهم، فكانوا إيه سلطوا عليه الناس تغري عليه ويغروا به السفهاء، فعاش حياة صعبة يعني. بالرغم من ده كله شوف يقول إيه، من نال مني أو علقت بذمتي أبرأته لله شاكر منته، أبرأته لله شاكر منته. أأرى معوق امرئ يوم الحساب أم أن أسيء محمدا في أمته. شفت الجمال بقى؟ ادي سبب الإمام النووي خلاه ينط من على الكرسي ويقول له إيه، وهبتك إياك قبلت، عشان محدش يدخل الجنة النار بسبب حذائه. فدول ناس أكابر أولياء مش علماء عاديين، دول علماء أولياء، لأن ده تفكير أولياء مش تفكير عالم عادي. هنا بقى بيقول لك ايه، ومن ذلك ما لو خطف نعله، خطف نعله فله ان يسعى خلفه وهو يصلي حتى اذا القاه الخاطف اتم صلاته في محله، او هربت دبته وخاف ضيعه وكهرب او وكهرب من حريق، وكهرب من حريق او كهرب من حريق يعني، او يهرب من حريق او سيل او سبع لا يعدل عنه، او من غريم عند عساره، او خروج من ارض مغصوبة تائبا. كل ده يعني هو بيصلي في ارض مغصوبة وبعدين افتكر انها ارض مغصوبة بقى وتاب وضميره انبه فعايز يخرج بسرعة، فايه يخرج. ومتى ذال خوفه اتم صلاته كما في الامن ولا قضاء عليه، وليس له فعله لخوف فوت عرفة. انما افرض خايف يفوت عرفة، يعني خلاص بينه وبين عرفة مسافة 12 ساعة، وهو الوقت الساعة المغرب، وعرفة بتنتهي مع طلوع الفجر، وهو في طريقه العرفة عايز يلحق بقى الحج، ولو صلى هو المسافة بينه وبينها 12 ساعة كويس، ولو قاعد يصلي في كل شوية هيبقى المسافة بينه وبينها محتاجة 14 ساعة، يبقى هتفوته عرفة، يبقى في الحالة دي ما يصليش صلاة، لا يقضي صلواته، صلواته تضيع، ويقدم عرفة على الصلاة. ليه؟ لأن لصعب لعسر قضاء الحج ولسهولة قضاء الصلاة، لعسر قضاء الحج وسهولة قضاء الصلاة لضيق الوقت، لأن عشان يقضي الحج عايز يستنى سنة وقد لا يعيش هذه السنة، فهمت؟ أدي طريقة الفقهاء يعني إيه في التفكير يعني. فبيقول هنا إيه، وليس لو فعله لخوف فوت عرفة بل يترك الصلاة ولو أياما، ولو يترك الصلاة أياما تصور، ليدرك عرفة، لأن قضاء الحج صعب بخلاف قضاء الصلاة، وخرج بالحج العمرة فلا يترك الصلاة لأنها لا تفوت ما لم ينذرها في وقت معين، وإلا كانت كالحج فيترك الصلاة لها عند خوف فوتها، كما أفتى به والد الرملي وإن خالفه ابن حجر الهيتم في العمرة يعني. قوله أن يكون في شدة الخوف، أي أن يكون فعلهم الصلاة في شدة الخوف بحيث لا يأمنون هجوم العدو عليهم لو ولوا عنه أو انقسموا. وقول والتحام الحرب اللي هي إيه الصورة بقى إيه الثالثة، أن يكون في شدة الخوف الالتحام بقى أو انقسموا. وقول والتحام الحرب ليس بقيد، لأن المدار على كونهم لا يأمنون هجوم العدو عليهم لو ولوا عنه أو انقسموا، والظاهر إن لم يحصل، والظاهر وإن لم يحصل حرب فضلا عن التحامه، هو كناية عن شدة الاختلاط اللي هي إيه شدة الخوف اللي هو يسموه إيه الالتحام الحرب يعني. الالتحام ده كناية عن شدة الاختلاط، أي لأنه يلزم من التحام الحرب شدة الاختلاط بين القوم، فأطلق اللفظ وأريد لازم معناه كما هو ضابط الكناية، بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض تصوير لشدة الاختلاط بين القوم، فشدة الاختلاط بينهم مصورة بحالة، وتلك الحالة هي التصاق لحم بعضهم ببعض، كما تختلط لحمة الثوب بالسدى، لحمة ولحمة
بفتح اللام وضمها. عارف انت لحمة الثوب والسدى؟ انت النسيج بيبقى حاجات بالعرض، خيوط بالعرض وخيوط بالطول، اللي بالعرض اللحمة واللي بالطول السدى او العكس، فالاثنين مختلطين ببعض. شايف اختلاط ازاي؟ ادي نفس الحكاية. ولحمة الثوب بفتح اللام وضمها لغة عكس لحمة القرابة، والسدى بفتح السين وبالقصر كما في المصباح، فيصلي كل مع القوم، كل من القوم، لكن لا يصلي كذلك إلا بشرط ضيق الوقت. ما يصلوش صلاة شدة الخوف دي مع الالتحام والحركة ومنفردين إلا لو خافوا من إيه؟ من فوات الوقت. لكن لو الوقت متسع والالتحام ده هينتهي بعد نص ساعة ولا ساعة، وندرك العصر قبل، ندرك الظهر قبل أذان العصر، يبقى ما يصليهاش، ينتظر. كويس؟ لا يصلي كذلك إلا بشرط ضيق الوقت، بحيث لا يبقى منه إلا ما يسع الصلاة. هكذا شرط ابن الرفعة وهو متجه ما دام يرجو الأمن، وإلا جازت الصلاة كذلك. برضو باب التيمم احنا قلنا كده، ما يتيممش ويصلي لو كان يرجو انه يحصل على الماء قبل فوات الوقت، في الحالة دي ما يتيممش، مش كده برضو قلناها باب التيمم؟ هنا برضو الحكاية. وإلا لو كان عارف ان هيستمر الالتحام مدة الوقت كله، يبقى يجوز ان يصلي في اول الوقت بقى، لانه عارف. وإلا جازت الصلاة كذلك. زي برضو في التيمم، لو انت عارف انك مش هتلاقي المية لمدة يومين، يبقى تصلي كل صلاة في اول وقتها خلاص. فهمتني ازاي؟ ما فيهاش مشكلة، مش تستنى، تستنى بس لو انت عندك ظن ان ممكن يأتي الماء قبل فوات الوقت، في الحالة دي تنتظر. وإلا جازت الصلاة كذلك ولو في اول الوقت، فما دام يرجو الامن لا يصلي كذلك الا اذا ضاق الوقت، وإن لم يرجو الأمن صلى كذلك ولو في أول الوقت، قياسا على فاقد الطهورين، وهذا ظاهر في الضرب الثالث. وأما بقية الأضرب فالظاهر فيها عدم اشتراط ذلك كما قاله الزيادي، عدم اشتراط أن يصلي في أول الوقت أو آخر الوقت يعني. وإن قال المحشي وهذا جار في الأضرب الثلاثة التي ذكرها المصنف، بل في صلاة بطن نخل أيضا، ولو صلوا كذلك لصلاة بطن نخل اللي هي صلى النبي فيها صلاة كاملة بفرقة وصلاة كاملة بفرقة تانية، مفترض بفرقة ومتنفل بفرقة، دي صلاة بطننا. ولو صلوا كذلك لسواد ظنوه عدوا فبان خلافه، أو بان أنه عدو لكن كان بينهم حائل كخندق وجب عليهم القضاء. أدي الصورة اللي يجب عليهم القضاء، هو اللي كان بيسألني يعني، هم قاعدين كده شافوا سواد، يعني خيال، مجموعة ناس جايين افتكروها عدو. كويس؟ فصلوا صلاة شدة الخوف، فبان ان هم مش عدو ولا حاجة، دي قافلة تجارية معدية، او انه عدو لكن لا يقصد قتلهم او قتالهم. واخد بالك ازاي؟ يبقى في الحالة دي عليهم يعيدوها بقى في الحالة دي. او ان العدو جاي بس اتضح ان بينهم وبينه خندق، فوقف بقى مش عارف يعبر ليهم. كل دي برضو حاجات تخليهم واجب عليهم القضاء، بخلاف ما لو بان انه عدو لكن نيتهم الصلح او التجارة مثلا، فلا يجب عليهم القضاء لعدم تقصيرهم. لو كان العدو صحيح عدو لكن نيته الصلح، هم ليس لهم اطلاع على النية، يبقى فليس عليهم ايه؟ الاعادة. كويس؟ او غرض التجارة، عدو صحيح بس غرض التجارة، الغرض ده نية والنية لا اطلاع لنا عليه، احنا لينا اننا شفنا هيئتهم، هيئة اعدائنا، بيلبسوا لبس معين، عندهم عتاد معين، معلمينهم بطريقة معينة لعدم تقصيرهم اذ لا اطلاع لهم على نيتهم. قوله كيف امكنه، يبقى في شده الخوف بيصلي باي كيفيه كان، متجه للقبله غير متجه للقبله، من سكون من حركه، على اي كيفيه كان، اي على اي حال امكنه الصلاه عليه. فان عجز عن الركوع والسجود او ما بهما للضروره، وجعل السجود اخفض من الركوع ليحصل التمييز بينهما، ويحوز اقتداء ويجوز اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة، حتى يبقى الإمام في جهة وأنا مقتدي بيه وأنا في جهة تانية، يجوز برضه. ويجوز أبقى أنا متقدم على الإمام ومقتدي بيه، كل ده جائز طالما في شدة الالتحام. وتقدموا على الإمام والجماعة أفضل من الانفراد ما لم يكن الحزم والرأي فيه. لكن لو الحزم والرأي بالنسبة للحرب الانفراد أفضل، يبقى الانفراد أفضل من الجماعة. وإلا فهو أفضل. قول راجلا أي كائنا على رجليه، ذكرا كان أو أنثى، بخلاف الرجل فإنه خاص بالذكر،
وإن وقع في عرف العامة إطلاق الراجل على ما قبل المرأة، وقوله أو راكبا، زي الراجل الإيه المعلم اللي هو عايز يسافر يحج ومراته شبطانة فيه، هو مش عايز ياخدها معاه، عايز يستريح منها شوية، فبتقول له يا معلم تاخدني معاك أحج معاك وشبطانة فيه. يا ستي ما ينفعش، مش ربنا بيقول يأتوك رجالا أو ركبانا؟ خلاص رجالا أو رجال. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، قال نسوانا؟ فسكتت بقى، اقتنعت، قال لها قرآن سكت. فوقع في عرف العامة إطلاق الراجل على ما قبل المرأة، وهو أو قوله أو راكبا، إيه راجلا أو راكبا، يعني راجل يعني ماشي على رجليه ولو امرأة، كويس، وراكبا يعني راكب، وأقل الركوب إن تبقى منتعل، لو لابس جزمة تبقى راكب في عرف العرب، لكن الراجل هو ماشي حافي، الراجل هو اللي ماشي حافي، لكن لو لابس شبشب أو جزمة تبقى اسمك راكب. أقل الركوب عند العرب أن تكون إيه تلبس حذاء في قدم. يبقى الحمد لله كل المصريين ركوب، الحمد لله، ودي برضو من مزايا الثورة المباركة. قوله أو راكبا عطف على قوله راجلا، قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، مستقبل القبلة وغير مستقبل لها، أي عند العجز عن الاستقبال بسبب العدو. قال ابن عمر في مقام تفسير الآية مستقبل القبلة وغير مستقبليها، قال الشافعي رضي الله عنه أن ابن عمر رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو انحرف عنها بجماح الدابة مثلا، لكن مش بسبب إيه يعني مناورة العدو، لكن الدابة جمحت منه عليه ردها بسرعة، فإن كسر في ردها تبطل صلاة، واضح؟ فلو انحرف عنها بجماح الدابة مثلا فإن طال الزمان بطلت صلاة وإلا فلا. قول ويعذرون في الأعمال الكثيرة في الصلاة المحتاج إليها للقتال، ولا يعذرون في الكلام والصياح، لأن الساكت أهيب، حتى لو احتاج إلى الكلام لإنذار مسلم من كافر أراد قتله لم يعلم به وجب عليه إنذاره وبطلت الصلاة، يبقى ما يتكلمش. طب افرض اضطر يتكلم عشان هينذر مسلم، واحد كافر هيجي يقتله من خلف، يقول لك خلاص ينذره وبطل الصلاة ويصلي من أول وجديد ما يجراش حاجة، يبقى وجب عليه الإنذار وبطل الصلاة، فهم؟ قولك ضربات متوالية أي وطعنات كذلك، قياسا على المشي وترك الاستقبال الواردين بالنص، ويجب عليه أن يلقي السلاح ونحوه إذا تنجس بما لا يعفى عنه، إلا إذا خاف من إلقائه ضررا فيجب حمله مع القضاء على المعتمد لندرة عذره، خلافا لما في المنهاج كما في المجموع عن الأصحاب. ونقف والحمد لله انتهينا من فصول الصلاة، نقف على فصل في اللباس، ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب يوم السبت القادم إن شاء الله. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.